داء العريس بتاعنا، يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم. والله يعلم، والله يعلم. هتتعب معانا بس الحب ربنا وحضرة النبي. اتعب يا شيخ عبد الناصر بعد اذنك، عندنا مثل في الصعيد اللي يشقى يلقى، اللي يشقى يلقى. بس لا اتعب الليلات زي بعض خلي بالك، ده ربنا وحضرة النبي. سبحان الله العظيم. بتعب شويه زي بعض عشان تحترم. ربنا يعيننا عليكم. ربنا يعيننا عليكم. انتوا بس كده نسمع القرآن، نتأدب مع القرآن بعد اذنكم. ماشي حاضر 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 حاضر. والله يعلم، والله يعلم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون
والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه حاضر 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 يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين حاضر حاضر إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد
مصر الثانية يا سيدنا ربنا يفتح عليك من مقام الأسمى يا مولانا يا مولانا الوصل الثانية من مقام الأسمى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والنيادي النور نجي من قبل العرش الله يحفظك يا سيدنا النبي النور نوركم النور نور كل عبد من أصحاب الله إن شاء الله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد مش بإيد الناس والله إن شاء الله والله يا شيخ ما بيد حد اللي ما يعمل قيمة بإيده ده غصب عنه حاجة ربانية صفين علماء من الأزهر هم قدامك صفين علماء من الأزهر بس بقول أكثر من كده إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد يعلم غيب السماوات
والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. اسمع مقام القرآن. يا جماعة سيبونا من نهوان توسيكا ونحن نسمع مقام القرآن. الله يبارك. ما فيش أفضل من مقام القرآن. الله يبارك. الله يبارك. شكرا لحضرتك. الله يبارك. الله أكبر. الله أكبر. فتح الله عليك. ايوه يا غلوة. اخر حاجة. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة
بصيرة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.